أسعار المحروقات في المغرب ما زالت كتواصل ارتفاعها الصاروخي، بحيث أعلنت محطات توزيع الوقود يوم أمس الثلاثاء زيادة قياسية في أسعار المحروقات. زيادة بلغت نحو 84 سنتيم ثمن الغازوال، بحيث اقترب سعر اللتر الواحد من 17 درهم، في معرف سعر البنزين ارتفاع ضئيل لم يتجاوز 10 سنتيم مع اختلافات طفيفة بين محطات الوقود. وحسب جريدة العلم، فالعديد من الخبراء في مجال الطاقة استغربوا لهذه الزيادات المتواصلة رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، وحملوا المسؤولية للجهات المعنية بسبب عدم قدرتها على ضبط الأسعار والمراقبة ديالها والتدخل لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من الغلاء الكبير اللي كتعرفوا المواد الغذائية الضرورية نتيجة تزايد ارتفاع أسعار المحروقات. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.